التقدم والرخاء. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقر إقامة جلالته في العاصمة البريطانية لندن اليوم مجموعة من الطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته الرسمية لبريطانيا. وشكر جلالته الطلبة البحرينيين على مواقفهم المشرفة تجاه البحرين وأنهم خير من يمثل بلدهم في الخارج، متمنيا جلالته لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الدراسي. وقال جلالته إن البحرين تفخر بتمكين الكفاءات الطموحة للمساهمة في رفعة بلدهم وتخريج جيل متنوع ومتكامل الاختصاصات لديه المقدرة على فهم الثقافات المختلفة والتواصل والحوار معها، وإعداد جيل طموح ومثابر لديه القدرة على التطوير والتحسين المستمر. ودعا جلالته الطلبة إلى أن يكونوا دوما عند حسن ظن وطنهم وأهليهم، وأن يتحلوا بالأخلاق العالية المعروفة عن أهل البحرين، ويبذلوا مزيدا من الجد في دراستهم والإخلاص في أداء مهامهم خدمة لبلدهم. من جانبهم أعرب الطلبة عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب الجلالة الملك المفدى، معاهدين جلالته بأن يكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية وعند حسن ظن جلالته في تحصيلهم العلمي وفي تمثيلهم لوطنهم وصولا إلى أعلى الشهادات الأكاديمية للمشاركة في مسيرة التقدم في البحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة.